اسعد الله صباحكم بكل خير اعزائي طلاب وطالبات الصف التاسع على امتداد سوريا الحبيبه، واهلا وسهلا بكم في درسنا الجديد من دروس الرياضيات في ماده الجبر. معي انا موفق الاسباني استاذ ماده الرياضيات، ومعي بعض الطالبات يعني اتعرف اسماءهن. حوراء عليا، جودي جلود، سحر دلال، يا دنيا فخري. سوف نقوم اليوم في بحل تدريبات درس حل جمله معادلتين خطيتين لمشغولين. هيا بنا نبدا معا. لدينا في هذا السؤال شكل فيه مستقيم دي 2 ملون بالأزرق، مستقيم دي 1 ملون بالأحمر، ولدينا جملة المعادلتين الموضوع أمامنا، ويقول السؤال رسمت لنا المستقيمين في معلم مرافق الهوهات مع عبارة y بدلالة x التي استخدمتها في الرسم. سوف نأخذ المعادلة الأولى، والسؤال يسأل عن عبارة y بدلالة x التي استعملتها لنا. كيف يصبح شكل المعادلة يا حوراء؟ y تساوي 4 ناقص x. متأكد؟ نعم، أحسنت، شكرا. كيف يصبح شكل المعادلة الثانية يا جودي؟ ناقص y يساوي ناقص 3 x. نعم، ثم؟ نقسم على أمثال ال y فتصبح 3x على ناقص 1. تمام، بتصير يعني بالاخير 3x. تمام، واي بيساوي 3x. شكرا لك. يقول السؤال اقرا على الشكل حل الجمله ثم تحقق من الحل. طبعا حل جمله المعادلتين بما انه عندنا رسمه فنحن نقطه تقاطع المستقيمين، المستقيم دي 1 اللي هو بتعبر عنه المعادله الاولى بالجملة، المستقيم دي 2 بتعبر عنه المعادلة بالجملة، فنقطة التقاطع تبع المستقيمين اللي هي تعتبر نقطة مشتركة بيناتهم هي بتمثل حل الجملة. فعلى الرسم يبدو أن نقطة التقاطع المستقيمين اللي هي هي إحداثياتها 1 3. فنحن الآن سوف نعوض الثنائية 1 3 بالمعادلة الأولى وبالمعادلة الثانية. إذا كان الثنائية تحقق المعادلتين معا عندها نقول ان 1 3 هي حل الجبري او هي حل جملة المعادلتين. تفضلي. نعوض عواضل اكس 1 وعواضل واي 3. تصبح 1 زائد 3 يساوي 4. تحقق. نعم. محققة، شكرا لك. بالمعادلة الثانية. بدال الواي 3 وبدال الاكس 1. نعم. 3 تساوي 3 ضرب 1 معناته 3 تساوي 3 محققة. محققة، نعم، شكرا لك. بما انه الثنائية تحقق المعادلتين معا فبالتالي الثنائية 1 3 هي حل للجملة. طبعا عند كتابة الثنائية ننتبه ونراعي الترتيب من اليسار، هي اكس وهي واي. ننتقل للسؤال الثاني. الله يستر. في السؤال الثاني ايضا لدينا هذه الجملة، والطلب الاول يقول مثل هذه الجملة بيانيا. نعلم ان الجملة مؤلفة من معادلتين، ونعلم انه من اجل كل معادلة واحدة لكي نرسم المستقيم الذي يمثلها نحتاج الى نقطتين، فسوف من اجل توضيح الحل نستعين بهذا الجدول اكس واي. نحتاج الى نقطتين من المستقيم الاول اللي هو دي 1، ايضا جدول ثاني اكس واي. نحتاج ايضا نقطتين من اجل المستقيم دي 2. طبعا بنعرف انه بامكاننا نعوض فرضا بدل الاكس اي عدد بدنا اياه، ونشوف الواي قديش رح تطلع، او نعوض بالواي اي عدد بدنا اياه ونشوف الاكس قديش تطلع عشان تطلع النقاط. تفضل يا حوراء، اعطيني نصحي نصيحة عشان المعادلة الأولى. نعوض بدل الإكس صفر. نعم. تصير تصبح الأربعة أربعة صفر. تمام، صفر. بتصير الواي تساوي ناقص 6 على 3. نعم. ناقص 2، الواي تساوي ناقص 2. إذا عندما تكون الإكس صفر سوف تكون الواي سالب 2، وبالتالي الثنائية صفر سالب 2 سوف تحقق المعادلة الأولى. شكرا. جود يعطينا كمان للمعادلة الأولى نقطة ثانية. نفرض واي صفر. نفرض واي صفر. تصبح المعادلة 2x زائد صفر. نحن نشتغل المعادلة الأولى.
الأولى بالأولى لساتنا. نعم. 4 إكس زائد 3 صفر. يعني صفر. نعم. تساوي ناقص 6. نعم. 4 إكس تساوي ناقص 6. إكس يساوي ناقص 6 على 4 بيطلع معي ناقص 1.5 أو ناقص 1.5 جنيه. شكرا لك. يعني عندما تكون الواي صفر سوف تكون الإكس ناقص 1.5 فاصلة موضحة. وصلنا لعندي المعادلة الثانية. بدنا نقطتين من المستقيم الثاني لحتى نرسمه. بتفضلي يا سحر. نفرض الاكس صفر. نعم. تصير الواي تساوي سالب 3.5. جميل شكرا لك. عندما تكون الاكس صفر سوف تكون الواي سالب 3.5. نقطة ثانية كاردينيا. مثلا الاكس تساوي 1. إذا الإكس يساوي 1 بعدين بتصير واي تساوي ناقص 3.5. وأيضا شو؟ 5.2. لما وطي الإكس 1 1 ضرب 2 2 بعدين تصبح بالشكل واي يساوي ناقص 3.5 اللي هي هاي وأيضا ناقص 2 وبالتالي سالب قد إيه؟ 3.2 5. أيوه سالب 5. سالب 5 فاصلة خمسة. فاصلة خمسة. شكرا لك. إذا عندما تكون x واحد مو سوف تكون الواي سالب 5.5. طيب الآن سوف نباشر بالرسم. نلاحظ أن الأعداد تحوي فواصل، لذلك قد نواجه صعوبة من أجل أن يكون الرسم دقيق. وأيضا الطلب الثاني يطلب مننا نقرأ عن على الشكل حل تقريبيا للجملة. في فواصل فممكن يطلع رسم دقيق، ممكن يطلع مو دقيق زيادة. تعالوا نشوف. أخذنا النقطة الأولى اللي هي فاصلة صفر وترتيبها سالب 2 سوف تكون هنا. النقطة الثانية سالبتها 1.5 وترتيبها صفر رح تكون بالتالي هنا. نرسم المستقيم الذي يمر بهاتين النقطتين. طبعا أنتوا لما تحلوا السؤال بدكم ترسموا بالمسطرة. أنا ما رأيت مسطرة على قد هي الشاشة. هذا هو المستقيم دي واحد. تعالوا ناخذ لون ثاني. طيب من أجل رسم المستقيم التاني نأخذ أول نقطة فاصلتها صفر وترتيبها سالب 3.5 سوف تكون تحت يعني هون. النقطة الثانية فاصلتها واحد موجب يعني هون وترتيبها سالب 5.5. مدينا هاد هي 1 2 3 4 5 هون يعني. سوف نقوم برسم المستقيم الذي يمر من هاتين النقطتين. والله هذا مو مستقيم، هذا بيشبه كل شيء بالمستقيم. سوف أحاول الرسم بهذه الطريقة. المستقيم الأول هذا هو. المستقيم الثاني هذا هو. طيب ماشي الحال. سوف نبحث عن نقطة تقاطع المستقيمة اللي هي هون. يبدو أن إحداثيات نقطة تقاطع المستقيمة الفاصلة أو الـ X تبدو أنه هي سالب 2 والـ Y تبدو أنه هي سالب 1. موجب واحد. أيوة صح. بما أننا نحطها لفوق موجب واحد. الـ X سالب 2 شكرا والـ Y موجب واحد. يبدو من الرسم أنه نقطة تقاطع المستقيمة إحداثياتها بهذا الشكل سوف نتحقق جبريا من أجل التأكد من صحة هذا الكلام أو عدم صحة هذا الكلام. لكن السؤال يطلب مننا حل الجملة جبريا، فلذلك بدل ما أقول بما أن السؤال عم يطلب مني حل المعادلة جبريا أو عفوا حل الجملة جبريا، لذلك سوف أقوم بحل هذه الجملة جبريا. بس أنا في هدول مش عم نحل الحل الجبري مكان. طبعا لما تكون عم تحل السؤال بتستعمل مسطرة. أنا مرقت مسطرة على حجم الشاشة، تخاف الشاشة تنجرح.
سوف نقوم بحل الجملة جبريا من ماذا تساعدني؟ وين وصل الدور يعني؟ عندي عندك طيب إذا بدك تستعمل طريقة الحذف بالجمع اقترح علي شو ممكن نعمل؟ بضرب المعادلة الثانية بالناقص 2 نعم تصبح بالشكل تصبح ناقص 4 x نعم ناقص 2 y تساوي ناقص 7 زائد 7 موجب 7 نعم شكرا لك طيب والمعادلة الأولى ما ضربناها بقيت مثل منلاحظ أن بعد ما ضربت سالب 2 أصبح عندك الـ x الأمثال تبعتهم متعاكسين عن هون موجب 4 x وعن هون سالب 4 x بعد ما تجمع المعادلتين تحصل على مجموع عددين متعاكسين يساوي الصفر نعم والواي بصير زائد واحد واي نعم يساوي يساوي زائد واحد نعم وبعد القسم على الأمثال واي تساوي واحد واي تساوي واحد سوف نعوض ب المعادلة الأولى المعادلة الأولى طيب بالمعادلة بدل الواي واحد تصبح بالشكل أربعة تساوي زائد ثلاثة تساوي ناقص ستة طيب نعم تصبح 4 x تساوي ناقص 6 ناقص 3 نعم 4 x تساوي ناقص 9 نعم x تساوي 9 ناقص 9 على 4 طبعا واذا صرنا رح يطلع سالب 2.25 فالحل يلي طلع معي بالرسم يلي انا ما كنت عم استعمل المسطره المفروض تستعمل المسطره بس اصلا كمان السؤال فيه فواصل طلع معي نقطه التقاطع تبدو احداثيتها سالب 2 وموجب 1 لما حلينا الجملة الجبرية لاحظنا انه طلع معنا سالب 2.25 يعني سالب 2 وربع وموجب 1 فبنلاحظ انه كثير الحل متقارب طبعا الحل اللي رح ناخذ فيه هو حل الجبري وينصح دائما هو جزء من الحل ولازم نعمله انه بعد اذا طلب مني حل الجملة بيانية بعد ما رسم المستقيمين ولاقي نقطة التقاطع اما اني اتحقق بالتعويض او اني حل جبريا يعني هو جزء من الحل وضروري جدا انه بعد ما ارسم اتحقق جبريا عشان اكد او انفي الحل طلع معي فهلا نحن طلع معنا الرسم مو دقيق كثير وطلع الحل معنا بهذا الشكل حلينا جبريا طلع هذا الشكل فبنستنتج من هذا الكلام انه رسمنا ليس دقيق ما فيه الكفايه بامكاننا نرجع نعيد الرسم باستعمال المسطره ورح تطلع ساعتها نقطة التقاطع مثل ما طلع معنا بالحل الجبري ننطلق إلى السؤال الذي بعده. لدينا في السؤال أيضا جملة ويطلب منا في الطلب الأول أن نكتب y بدلالة x في كل من معادلتي الجملة. صرنا عن جودي. المعادلة الأولى تصبح بالشكل اثنين y يساوي كملي صح؟ عم تبر معي. اثنين y يساوي ناقص 5 x زائد 12 جميل صح. بعدين نساوي المعادلة الثانية الواي في لها مسار عم يطلب مني اكتب واي بدلالة اكس يعني بدي اكتب واي بيساوي كذا 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 هون مو واي بيساوي هون 2 واي بيساوي فلحتى نخلص من الاثنين اللي هي مع الواي بنقسم طرفي المعادلة على امثال الواي اللي هو 2 تصبح بالشكل واي يساوي 12 على 12 ناقص 5 x على 2 كلياتهم على 2 ال 12 صار 6 وال 5 صار ناقص 5 بس 5 تقسيم 2 5 تقسيم 2 2 ونص 5 تقسيم 2 2 ونص 3 تقسيم 2 جميل فطلع معنا المعادلة الأولى تساوي موجب 6 سالب 2.5 x شكرا المعادلة الثانية أيضا يطلب منك كتابتها بأنه نكتب y بدلالة x نعم تصبح المعادلة 2y تساوي 8 ناقص x نعم. نقسم على أمثال ال y 8 ناقص x على 2 نعم. تطلع 4 فاصل 4 ناقص 1 x أو 0.5 x شكرا طيب فأصبحت المعادلتان يعني بالشكل هيك المعادلة الأولى لما كتبنا y بدلالة x صارت بهالشكل وين الشكل بس؟ لحظة نشوف خليكم والمعادلة الثانية بعد ما كتبنا الـ y بدلالة x صار بهالشكل طبعا هي المعادلة نفسها كل نقطة بتحقق هي المعادلة بتحقق هي المعادلة اللي هي نفسها بس كتبناها بشكل مختلف السؤال هيك غلط طيب الطلب الثاني عم يطلب مننا في معلم ديكارتي اللي هو هذا أن نرسم الـ x بنحطها على محور الأفق اللي هو محور الفواصل و y بنحطها على محور الشاطئ محور ترتيب رف صفا عوض بهذا الشكل تقترح علي وين صرنا احنا بالدور هلا؟ تفضلي
مثلا اذا كانت الاكس صفر شو راح يصير؟ بامكانك عمري ارقم واي تساوي 6. واي تساوي 6 جميل. لما كانت الاكس صفر سوف تكون الواي 6. شكرا. تفضل تفضل للمعادله الاولى مثلا اكس تساوي 2 مثلا شو راح يصير ساعتها؟ واي تساوي 6 ناقص 5. جميل. 2 ناقص 2 صارت 5 وبالتالي واي تساوي 1. شكرا لك. صرنا بالمعادله الثانيه. نفرض الواي صفر. إذا فرضنا الواي صفر سوف تصبح المعادلة 0.5 إكس يساوي 4. رح أقسم على الأمثال اللي هو 0.5. رح تحتاج بعدين تقول بين 10. رح تحتاج تشتغل شغل طويل. رح نطول. هو بإمكانك تعمل هذا الشيء وبيطلع معك عدد مضبوط وما في مشاكل، بس رح يتفقد الحل. ففي بإمكانك تفرض الفرض بحيث يكون الحل سهل. لاحظي ان الاكس امثالها 0.5 فيها فاصله. الفاصله ما لها صعبه، نحن نعرف نتعامل معها، بس ممكن نطلع رسم مدقق اذا كان فيها فاصله. فنحن بامكاننا نفرض من الفاصله. اذا فرضنا الاكس 2 ماشي هيك بدنا. فرضنا الاكس 2 فشو رح يصير ساعتها؟ الواي تساوي 4 ناقص 1 3. جميل جدا شكرا لك. لانه 0.5 هي نص، بدنا 2 صارت 1، 4 ناقص 1 3. شكرا لك. شو ممكن تفرضي كمان للمعادلة الثانية؟ إكس تساوي صفر. نعم، لو فرضنا الإكس صفر شو رح يصير؟ الواي تساوي 4. جميل شكرا لك. لو كانت الإكس صفر نرسم النقطة الأولى اللي هي فاصلتها صفر وترتيبها 6، يعني حتكون فوق 1 2 3 4 5 6 هي هي. النقطة الثانية يلي فاصلتها 2 وترتيبها 1 يلي هي وين عليك؟ رسمنا المستقيم يلي بمر من هدول النقطتين وانتم المفروض ترسموا باستخدام المسطره. هذا المستقيم سميناه زي واحد اللي هو المستقيم اللي بيمثل المعادله الاولى. طيب اخذنا الجدول الثاني، في عندنا النقطه اللي هي فاصله 2 وترتيبها 3، هي فاصله 2 وهي ترتيبها 3، رح تكون موجوده في مكانها. النقطه الثانيه اللي هي فاصله 0 وترتيبها 4. 4 هذا الرقم صح؟ ايه. طيب الاكس صفر والواي 4، يعني الترتيب موجب فرح يكون فوق 1 2 3 4 هي. بنرسم المستقيمين اللي بمر من هذول النقطتين اللي اخذناهم من الجدول الثاني. ما بعرف هي ملاحظه شكل شو بتطلع. نكمل الرسم بسم الله. طيب تبدو نقطه تقاطع المستقيمين وينها؟ ليك يبدو انه فاصلتها واحد وترتيبها ثلاثة ونص. هيك يبدو، هيك ليك بين ثلاثة والأربعة. فيبدو انه نقطة التقاطع المستقيمين فاصلتها واحد وترتيبها ثلاثة ونص، 3.5. طبعا هذا الكلام غير كافي لحتى ناكد انه هذا هو فعلا حل الجمله، المفروض نتحقق من الحل جبريا، وهذا الكلام هو خطوه وجزء من الحل وليس شيء اضافي، لازم اذا عم نحل بيانيا نتحقق من الحل جبريا. ولكن الطلب الثالث عم يقول تحقق حسابيا، رح عوض هي الثنائيه بالمعادله الاولى وبالمعادله الثانيه، ولازم يكونوا الثنتين محققين. عوضنا بالمعادله الاولى رحنا ورجعنا بالغلط. وهي رح ناخذ اللون الاسود نكتب فيه. رح عوض بالاكس 1 وبالواي 3.5. بالمعادله الاولى بتصير 5 ب 1 زائد 2 ب 3.5 يساوي 12. طبعا 3.5 ضرب 2 7.5 ضرب 1 5 وجمعنا بيطلع 12 فقط. عوضنا بالمعادله الثانيه ايضا الاكس 1 زائد 2 والواي 3.5 يساوي 7. وفعلا لو حسبناها بتطلع 7. 8 مكتوب 8. 2 ضرب 3 7 زائد 1 8. طبعا هي ال 8 هي اللي مكتوبه بالسؤال نفسه.
بس لما حسبنا طلع الجواب ايضا اللي هو 8 نفسه، يعني المعادله محققه. وطالما هي الثنائيه تحقق المعادله 2 نعم، فبالتالي هذه الثنائيه تمثل حل الجمله اللي هي الثنائيه المكتوبه هون اللي هي 1 3.5. ننتقل الى السؤال الذي بعده. الأسئلة اللي بعدها أظرف أسهل لأنه في رسمة موجودة. عم يقولوا السؤال إجابة واحدة صحيحة بنص الثلاث إجابات، ومن الإجابات هون في عنا الجملة هي وفي عنا الرسومات أو الأشكال الثلاثة. بدنا نشوف هي الجملة تمثيلها بالرسم يا ترى هو هاد ولا هاد ولا هاد. في الحالة شو ممكن نسوي؟ بشوف نقطة التقاطع وبعوضها بالمعادلات. جميل. فبالشكل الأول نقطة التقاطع المستقيمين ليك فاصلتها كم؟ 2. أها. هلا خربطت نفس الشغل انا قبل شوي خربطت فيها من دون قصدي. ناقص 2. نعم. بدنا ننتبه للاشارات بشكل جيد، الاشاره بتقرب الحل. طيب الاكس على اليسار يعني فاصلتها سالب 2 والترتيب شو بقول؟ ناقص 4. 1 2 3. 3 ما بعرف انا ما خربطت بالعاطفه. طيب خير ما بيأثر، الواحد بيهدى شوي. انا سكنت هذه كثير لانه تمام بيمشي الحال. الاكس سالب 2 اللي هي الفاصلة الرسم، والواي هي سالب 3 اللي هو ترتيب الرسم. سوف نعوض بالمعادلة الأولى. طبعا سالب 3 زائد سالب 2 بيطلع 1؟ لا بيطلع سالب 1. يعني غير محققة، وطالما غير محققة خلاص مرفوض. ما في داعي نجرب المعادلة الثانية. لاحظت الرسم الثاني نقطة التقاطع مو واضح احتاسياتها قديش، مبين في فواصل. فرح اتركها واخذها. هو السؤال اختر الاجابه الصحيحه، والسؤال عم يقول في اجابه واحده صح، فاذا طلعت هي غلط وطلعت هي غلط راح تكون هي الصح. وهي الفكره او هي الطريقه بالتفكير بامكاننا دائما نستعملها اذا كنا بنعرف انه عندنا هي الاجابات دول اكيد واحده صح، اكيد في واحده صح، هيك عم يقول السؤال، فاذا هي وهي غلط راح تطلع هي الصح من دون ما نضطر نعرف بدقه قديش الاحداث يعني. فراح نجرب هي ونشوفها. نحن صرنا بندور عن جودي. طيب نقطة التقاطع تبدو كيف؟ 1. الواحد هي اكس ولا واي؟ الاول اكس، الاكس 1 والواي 1. انت متفق انه كلامك صح؟ طيب لاحظوا نقطة التقاطع موجودة على محور الترتيب، وانت متعلمة من الصف السابع وحتى ما تذكرتيها هي السنة، انه النقطة اللي هي موجودة على محور الترتيب بتكون فاصلتها صفر. صفر صح؟ طالما نقطة التقاطع على محور الترتيب على محور الوايات مثل ما بيقولوا بالعامية، فبالتالي رح تكون الاكس صفر بهي الفاصلة. فالنقطة هي فاصلتها صفر وترتيبها 1، يعني الاكس رح تكون صفر والواي رح تكون 1. لو عوضنا بالمعادلة الأولى شو رح تكون؟ 0 + 1 = 1 محققة. طيب المعادلة الثانية 0 - 1 - 1 محققة. نعم. وطالما نقطة التقاطع هي حققت جملة المعادلتين أو المعادلتين معا، فبالتالي هي حل الجملة رقم اللي هي 0 - 1. يعني عفوا السؤال عم يطلب أي شكل من دول أشكال الحل، هذا هو الشكل، الشكل الثالث. نعم. السؤال الذي شو بعدنا؟ طيب في قدامنا هذا الشكل 1، وفي قدامنا 3 جمل، وكمان بدنا عم نسأل السؤال أي جملة من دول الجمل بتمثل هذا الرسم أو الخط البياني أو الرسم البياني. سألنا عن صحة. نأخذ نقطة التقاطع المستقيمين هي 1 و1. هي 1 و1. الفاصلة 1 رحت على اليمين 1، والترتيب 1 + 1. شكرا. نعوض بالمعادلة الأولى. الإكس 1 والواي 1. 2 - 1 = 1 محققة. نعم. نعوض بالثانية. الثانية 1 + غير محققة. غير محققة، لأنه 1 + 3 بيطلع 4. 4. طبعا أول شيء مرة عملية الضرب بعدين جمعنا بين نعرفها. غير محققة لأنه الجواب ما طلع 6، فبالتالي هذا الحل الأول مرفوض. جميل. نحط بدال الاكس 1 بدال الواي 1. نعم. 2 + 1 = 2 - 1 = 1 فهي محققة. نعم. تحت 1 + 1 = 2 محققة. 1 + 1 = 2 محققة، وبالتالي مقبول. تمام. السؤال هذا عم يقول إجابة واحدة صحيحة على الأقل. شو يعني على الأقل؟ بيوجد في واحدة ثانية. يعني ممكن تكون واحدة ممكن أو أكثر. فهون لأنه عم يقول لي إجابة واحدة صحيحة على الأقل، يعني ممكن يكون في اكثر من اجابه صحيحه، لذلك بدي اضطر للاسف اختبر الجمله الثالثه. لو كان السؤال عم يقول اجابه واحده صحيحه فوصلت عند الصحيحه بوقف، لكن السؤال عم يقول اجابه واحده صحيحه على الاقل، يعني
يعني بدي اضطر اتاكد من جميع الاختيارات، حتى لو طلع لي صح بجوز يطلع واحد ثاني صح. طيب سبب الدور عندي انا. طيب عوضت بالاكس واحد وبالواي واحد، صار عندي واحد يساوي اثنين، هي محققه، وبالتالي هي الجمله مرفوضه، طلع لي اجابه واحده. طبعا على الاقل ممكن يطلع واحد، ممكن يطلع اكثر، ما في مشاكل، اذا طلع واحد. طيب السؤال الاخير اللي لدينا اليوم، في عندنا هذول الشكلين وفي عندنا هي الجمله، بنلاحظ انه الواي الامثال فيهم متعاكسين، عندي الواي بالمعادله كلها امثالها، هو جاب واحد والثاني سالب واحد، فبنستخدم طريقه الحذف بالجمع، بجمع المعادلتين طرفا الى طرف نجد 3x يساوي سالب 3، بتقسم على امثال x x يساوي 1، سوف اعوض بالمعادله الثانيه، تصبح بالشكل ناقص y يساوي 1 زائد 1 ناقص y يساوي 2، قسمنا على امثال الواي هو سالب 1، تطلع y يساوي ناقص 2، وبالتالي الثنائيه سالب 1 سالب 2 هي حل الجمله، وبنلاحظ انه هذا الحل موجود نعم بالشكل الثاني. كان لازم نقرا السؤال ونلتزم بالمطلوب بشكل دقيق. الى هنا نكون انتهينا من درس اليوم، اتمنى ان نكون داوم التفوق والازدهار، واراكم مره اخرى.